يعد مركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد والكائن في محافظة المحرق من أحدث المراكز التي تم إنشاؤها ضمن حزمة مشاريع خاصة بالبنية الأساسية للقطاع الصحي في مملكة البحرين. نعم، هذا المركز التابع للمستشفيات الحكومية سيوفر لمرضى التصلب المتعدد جميع المتطلبات الصحية والبيئية المهيئة بهدف تحسين مستويات الخدمة الصحية المقدمة لهم. يعتبر القطاع الصحي واحداً من أهم الأولوية الوطنية ومن القطاعات الحيوية التي توليها الحكومة الاهتمام البالغ من خلال تنفيذ مشاريع جديدة لتقديم الخدمات المناسبة للمرضى وذويهم. ومركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد يأتي ليكون أحدث المشاهد على التطوير المستمر في هذا القطاع. طبعا المركز هو مركز مستقل ومتخصص، واللي يعني يدعو للفخر انه هو اول مركز من نوعه في دول الخليج والثاني من نوعه في منطقة الشرق الاوسط. وهو يعني راح يكون يشمل خدمات تشخيصية علاجية وتأهيلية لمرضى التصلب المتعدد، راح يساعد على السياحة العلاجية في مملكة البحرين. طبعا وجود المركز يعني كمستقل ووجود جميع الطواقم الطبية المتخصصة لعلاج مرض التصلب وزائد المعدات الطبية اللي هي موجودة في القسم في المركز، فهاي راح يسرع من تشخيص المرضى، علاجهم والمتابعة. جهود مستمرة من قبل المستشفيات الحكومية بهدف تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية لتتماشى مع الرؤى الحكومية في دعم جهود التنمية المستدامة وبناء نظام صحي مميز. قامت إدارة المستشفيات الحكومية بتجهيز مركز التصلب اللويحي بأحدث أجهزة الرنين المغناطيسي. الجهاز المتوفر هو بقوة 1.5 تسلا ومجهز بأحدث البرامج وتقنيات الرنين المغناطيسي المتخصصة لتصوير المخ والأعصاب. يقدم المركز جميع أنواع تصاوير الرنين المغناطيسي وبالأخص تصاوير الرنين المغناطيسي المتخصصة لتصاوير الدماغ والنخاع الشوكي لمرضى التصلب اللويحي. كذلك فإنه يقدم تصاوير الرنين المغناطيسي الأخرى التي تشمل تصوير العمود الفقري، تصوير العظام المفاصل والعضلات، وتصوير البطن والحوض. رعاية صحية متكاملة سيتم تقديمها من خلال هذا المركز، منها الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية والوقائية، ما يعزز من مكانة المملكة كمركز رائد للطب الحديث والرعاية الصحية المتطورة في المنطقة، حيث يضم المركز 7 عيادات خارجية بالإضافة إلى قسم التشخيص بالرنين المغناطيسي وقسم العلاج الطبيعي وقسم العلاج بالتمرينات اليدوية وغرف علاج خاصة وعامة ومختبر وصيدلية ومركز للأبحاث العلمية وقاعة للمحاضرات والمستودعات الطبية ومبنى الخدمات ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات. تستمر المستشفيات الحكومية بتقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير وتطوير المراكز المختصة للفئات الهامة بغرض توفير العناية لهم بكل احترافية. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.